اليوم هنشارك معاكم حل سحري لإزالة التجاعيد وتوحيد لون البشرة وتفتيحها. روتين اليوم عبارة عن سيروم من أروع ما يكون لإزالة التجاعيد، وكذلك ماسك ومقشر لغد يهنيكم من التجاعيد ويعطيكم تبييض في نفس الوقت. وبما أننا في فصل الشتاء وبزاف البنات كتنشف البشرة ديالهم وكتقد تقشر، ضروري معامل وصفات لترطيب البشرة وحمايتها. أول حاجة كناخدو شوية نتاع الحليب ونضيفو له ماء الورد ونخلطوهم وكنعملو تنظيف للبشرة. وهاد المكونات اللي غادي نخلطو دابا غادي نحضرو بهم سيروم ومقشر وكذلك ماسك. كناخدو ملعقة صغيرة من الزجلان سواء البيض أو العادي، وكنضيفو له ملعقة من الأرز وملعقة من العدس أحمر. وزرية الكتان وثلاث إلى أربع حبات من اللوز، وكنضيفو لهم كأس صغير من الحليب أو يمكن لكم تعوضوه بماء الورد، وكنخلطو شوية ونخليو المكونات ترقد لمدة 4 إلى 6 ساعات أو ليلة كاملة. وضروري من هذه العملية من بعد كناخدو الخليط ونطحنوه مزيان ونصفيوه، وكنحتفظو بالتفل لتحضير مقشر وكنضيفو له قليل من عصير الحامض وملعقة من عسل طبيعي وكنخلطو كل شي مزيان. كنوضعو الخليط على الوجه وما نساوش الرقبة ونعملو تقشير خفيف بشكل دائري. هذا السيروم أكثر من رائع وغني بالفيتامينات، والأهم أن مكوناته موجودين في كل بيت. كناخدو كمية من هذا السيروم وغادي نضيفو لها بعض المكونات اللي غادي ترطب البشرة وتغديها، ونحتفظو بالكمية الأخرى لأننا غادي نحتاجوها من بعد لتحضير الماسك. كنضيفو كبسولة واحدة من فيتامين أو بعض القطرات وقليل من زيت الجوجوبا، أو يمكن لكم تعوضوه بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، وكنخلطو السيروم مزيان. من بعد يمكن لينا نوضعوه في قريعة نتاع الزاج ونحتفظو به في الثلاجة. كنحتفظو به تقريبا لمدة 7 أيام في الثلاجة. كنوضعو السيروم على الوجه وكذلك الرقابة ونعملو مساج كيف ما موضح لكم تقريبا لمدة 5 دقائق، وكنوضعو هاد السيروم يوميا مع عمل مساج. من اول مرة غادي تشوفوا النتائج، ولكن يجب المداومة على هذا الروتين لاننا ما كنديروش بوتوكس او فيلر، الوصفات الطبيعية خصها وقت. ولتحضير الماسك كناخدو السيروم اللي احتفظنا به من قبل ونضيفو له ملعقة من دقيق الحمص وملعقة من عصير الطماطم ونخلطو كل شي مزيان. انا دائما كنقول لكم بالنسبه للبشره الحساسه ضروري ما تجربوا شويه وراء الاذن، عاد ديروا الوصفات لان البشره كتختلف من شخص لاخر، واللي تجي معايا انا تقدر ما تجيش معاكم. وبزاف د البنات كتكون عندهم الحساسيه من ابسط الاشياء. من بعد ما وضعنا السيروم ما كنغسلوش، كنوضعوا الماسك فوق ونخليه لمدة 15 حتى 20 دقيقة، من بعد نغسله. ويعجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد.